أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله: من كيف يستفيد ويستثمر الحاج هذه الأيام المباركة ويعود إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن كانت عليه بعض الذنوب؟ نعم، من حج قال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحج والعمرة وهذه المشاعر العظيمة تجعل المسلم خاضعا لله، مستكينا لله، منشغلا بطاعته وعبادته، ومنشغلا بالتعاون مع إخوانه المسلمين، ويكون عليه الرفق والسكينة والوقار، لأنه في عبادة لله عز وجل.